نزيد لك وش قالوا لهم. انا كنت في المطار الامس، تخيل قالوا لهم خرجوا، معليش خرجوا على 11:30، يعني قضية امور ادارية خذات كي تكون كثرت خذات 45 دقيقة بيصير خلاص. امور ادارية خرجوا عادي، اللاعبين طلعوا في الحافلة وروحوا للمطار، لا لا روحوا للفندق، لا لا ما نروحوش، علاش؟ حتى تعطونا لي توني. اما نعطيكش لي توني انا وفيهم الخريطة، ما نعطيكش لي توني. ايه بقاو هكذاك حتى العشرة تاع الليل باش جاهم مراسلة من الكاف وروحوا بلا لي توني، حتى تراسلك الكاف. هاك وليت نفسها هدرت اللي انا قلتها لك على 12 تاع النهار. علاش تخليني حتى يعني الدوله الجزائريه كانت كيما يقولوا بالمرصاد لهذه النقطه، وكيما يقولوا نتيري لهم شابو، يعني امر ما كاش خاصه الامور كما تعدي على سياده بلد باكمله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.